قبل بداية المقابلة كنا عارفين أنه عن المقابلة هذه عندها طابع خاص، نقولوا نوع الماء دربي. حضرنا من هذا الجانب مع اللاعبين من ناحية بسيكولوجية تحضير المقابلة، خاصة كنا محضرينهم مع اللعب الخشوني تاع اللاعبين المغاربة، وكان مفروض عليهم أن كانوا يبحثوا عن نتيجة. احنا كنا نفس الشيء نبحثوا عن نتيجة، ولكن كنا نلعبوا بحذر. سجلوا علينا هدف إطار مخالفة، وبعد منعرج المقابلة كانت الورقة الحمراء تاع اللاعب حنفوق اللي كان يؤدي المقابلة، كان أدى مقابلة لباس وكان في المستوى، ولكن رغم حذرناهم قبل المقابلة على هذا اللعب الخشوني وعلى اللي موفي جيست مع الادفيرسير، ولكن هو غلط، كانت لينا التماس وحكم اللعب على القميص وندى كارت أحمر وخلنا في 10 لاعبين. ثم زادوا خداو ثقة أكثر، كانت مرغومة علينا ونلعب والهجوم. درنا بعض التغييرات اللي أعطاو كما نقول الثمار تاعهم، ولكن نقولوا المقابلة كانت حقيقة صعيبة، ولكن الهدف تاعنا يبقى توجور كما نقول لك الهدف يبقى توجور لي شونس سو انتاكت. عندنا مقابلة ضد فرنسا إن شاء الله، نتيجة مع الفريق الإسباني تزيد تبين لنا كيفاش التحضير تاع المقابلة المقبلة إن شاء الله. واحد بركة الحسن. ولا على كل حال الحكم في بعض المخالفات كان قادر يعطينا مخالفة ثلاثة وأربعة مخالفات لنا، ولكن نوع الماء اللاعبين تاعنا بهذاك التصرف سهلوا له شويه، ما نقولوش للحكم، سهلوا للخصم المهمه، لانه هو كان يبحث الخصم يبحث باش يضيع الوقت كي كنا خاسرين 1-0، وكان هو يبروفوك لي جوار تاعنا اللاعبين باش جيستومون يضيعوا لنا الوقت. لاعبين شبان نقولوا اداوا معاليهم، جمهور من ذهب عاوننا بارك الله فيهم يعطيهم الصحه، ان شاء الله يكونوا كما نقول لك دي بون زيلاف بور لو بروشان ماتش، لان الهدف تاعنا توجور التاهل للنصف النهائي، ومازالنا مقابله ان شاء الله كيما 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 كل لي شونس تاع الفرق. دونك لو كلاسمون راح يتغير بعد المقابله تاع فرنسا مع اسبانيا، من بعد تزيد تبان الحسابات. لا ما نقولوش اكسيدون باركور، لان لعبنا غير مقابله واحده، ما كانش عندنا الوقت من الناحيه النفسيه باش نحضروا المقابله الاخرى، لان وقت لا جيستيون تاع ليموسيون تاع اللاعبين بعد الفوز تاعهم مع اسبانيا. تكلمنا معاهم وهذه المقابله من هذا الجانب ما كانش عندهم وقت كبير باش يفرحوا باش نقدروا نحسنوا الاخطاء تاعنا. طحنا في هذاك لو ديربي، ما عرفناش نسير بعد اللاعبين، ما عرفوش يتحكموا في الاعصاب تاعهم، ولكن اداو. ما نقولوش كانوا عندنا فرص كبيره، ولكن الفرص الاولى اللي كانت لصالحنا والحظ ما كانش معنا. كل حال التغييرات ما عندناش لاعب بلاعب، تغييرات 18 لاعب، عندنا 16 لاعب وحراسين، دونك لاعبين متعددين المناصب تاع ما لعبوش في المناصب تاعهم. ونقول لك هذه شويه اللي
كانت عائق باش نديروا تغييرات ما نقولوش في وقتها، ولكن اللاعبين اللي يكونوا في المراكز تاعهم انا نظن اللاعبين اداو ما عليهم من الناحيه البدنيه، تعبوا شويه وخاصه المدافعين بالهجومات المرتده تاع الخصم وطول قامة تاع الخصم شويه لعب دار هذاك الفارق من الناحيه المورفولوجيه وسيه كانت نديه كبيره وربحونا في 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 دو ديويل سجلوا لينا هدفين. كوتش شو المنتخب الفرنسي شو هي الامور اللي راح تقوموا بها مع اللاعبين من اجل اخراجهم من الصدمه؟ كل حال ننتظروا مقابله تجرى على الثامنه بعد المقابله تاع فرنسا. دروك الحسابات ان فرنسا كون تفوز راهي متاهله 100%. حسابات كاين عده حسابات بعد المقابله تزيد تبان، لان في مثل هذه الدورات وكل شيء يتلعب في الذهنيات بعض الاحيان الترافاي بسيكولوجيك لي مونطال رغم نقص التحضير يتغلب على الجانب البدني. المنتخب المغربي تحدث من قليل وقال بلي المنتخب الجزائري يلعب بالعظيمه خاصه في ظل حضور الجمهور القاسي اليوم، تشوف بلي هذا العامل اثر كثير على اللاعبين؟ ولا هذا على كل حال راي المدرب، انا ما نظنش احنا وجدنا لاعبين جيران كما تسمى سي دي فوازان كما نقول لك نعرفوا بعضنا البعض، ولكن كرة قدم اليوم حضرنا ما كانش عاطفة اليوم، حتى الكومبورتمون تاع اللاعبين عندما تلاقينا الفريق المغربي ما كانش فيه عاطفة، ما كانش فيه احتكاك ما بين اللاعبين. أنا نظن هما كانوا يبحثوا أكثر عن النتيجة وجاتهم سجلوا أهداف في 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 وقت جيد، خاصة الهدف الأول المخالفة، وأن المنعرج كما قلت سيتي الكارتون روج اللي خلانا ديس وما عندناش لاعبين، ما عندناش دي دوبلي. فوالا كوتش، هل ممكن ان نرى المنتخب الوطني؟ نعم، هل ممكن ان نرى المنتخب الوطني؟ عندنا ثلاث نقاط، المغرب ثلاث نقاط، سيفري جول افيراج هما خير منا دو بلوس ان، ولكن المقابله المقبله مصيريه من ناحيه التحضير للفريقين او للاربع فرق، كنت تفوز ولا تفوز فرنسا راهي كاليفي دوفيس اليميني الاسباني، كون يديروا تعادل في حسابات يقدر الفريق الاسباني في حالة ما يفوز على المغرب راهو عنده أربعة نقاط، المغرب ثلاث نقاط، في حالة من التعادل في أمور. في أمور أنا آخر جماعة نختموا بعد المقابله مع اسبانيا سيتي لونفوري انا ما كانش عندنا وقت كبير باش نحضروا المقابله الثانيه، ني من ناحيه كما يقول لك النفسيه، ني من الناحيه البدنيه، ني من الناحيه التكتيكيه. دونك حنا دخلنا في المقابله كما ينبغي، وجدنا اللاعبين تحدثنا معاهم حتى والبارح كان فيه نفس الجيست تاع اللاعب تاعنا مع اللاعب المغربي في سيتي ناكسيون في الكورنير، تحدثنا معاهم وتكلمنا معاهم وكاي يشوف كل حكم يقدر يعطيك كارت روج. اليوم تعاودت سي دي جون مش ممكن وسي سور مش هما الفين يلعبوا امام جمهور وامام جمهور تاعنا خاصه امام الصحافه تاعنا، رانا في كما يقول لك في البلد تاعنا. سيتي شويه من الناحيه البسيكولوجيه ما ميتريزاوش لينير تاعهم، ورغم هذا نقولوا
لعبنا ادينا مقابله لاباس مش كيما حابين احنا ان شاء الله البلاص بروشان ماتش ان شاء الله سيمي كان جو غدوه ان شاء الله نحضروا وابري دمان نلعبوا مع فرنسا وان شاء الله ربي يوفقنا ونحضروا المقابله كما يجب. ديفيت اميير فاس او ماروك اجوردي است كو فو نو ريتريتي با لا بروميير ميتو كيسكي تورنوا دو ماتش كون سي اكسيتي تو سول اون سي انيرفي تو سول مانان كونت لا فرانس ان شاء الله اون فا سي كالمي ميت لي انغريديان بور غاني سو ماتش ان شاء الله. Il y avait des occasions nettes de marquer, mais finalement vous n'avez pas fait et vous faites surprendre dès le début de la deuxième mi-temps. Mais Alish, comme je vous ai dit, on s'est excité tout seul, on s'est énervé tout seul, il fallait garder notre calme. Ça nous a servi de leçon. Maintenant, contre la France, on va apprendre de ses erreurs pour gagner ce match et Inch'Allah se qualifier pour le tournoi. Par rapport à la présence du public, des applaudissements après la bonne sortie, qu'est-ce que vous dire? Ça a été à tout le peuple algérien. Maintenant, Inch'Allah, venez nombreux contre la France, Inch'Allah, on va gagner. Pour vous et pour nous aussi. Ça va se jouer sur quoi contre la France? Ça va jouer sur le mental et sur notre envie. Sur le terrain, c'est celui qui a le plus envie qui gagne de toute façon. Vous avez une idée sur le profil de votre adversaire? Non, on ne regarde pas le profil, on ne regarde pas qui c'est. On va jouer, maintenant on va voir ce qu'on va faire sur ce match-là.